مثل ما حدث مع ميلان في عام 89، كان فيه ربط في هذه المسألة. لكن تابع هذه المحاولة وهذا الهجوم، شنايدر، شنايدر يمرر باتجاه إيتو، إيتو عرضية، محاولة خطيرة، ماريجا، ماريجا يعلن على الفانتاجو، الفانتاجو لإنتر عن طريق اللاعب الكيني، ماريجا يتمكن من إسكان الكرة داخل الشباك بعد هجوم سريع، ماكدونالدز ماريجا يوقع الهدف الثاني، إنتر يتمكن من إحراز هدف التقدم بعد متابعة ناجحة من جانب اللاعب الكيني ماريكا اللي نجح في وضع الكرة داخل الشباك أمام اللاعب شنايدر وراء العملية إيتو يمرر وماريكا يسجل هدف إفريقي 100%. السيرفي لاسيست كان من إيتو والمتابعة من ماريكا، وإنتر يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد أمام الإعادة مرت من الجميع. ماريكا كان في انتظارها والدول الكيني يخطف الهدف الثاني. ماريجا اللي يتمكن من احراز اول اهدافه مع انتر، النتيجه 2-1، التقدم لانتر على حساب